السلام عليكم. هنكمل شرح API مزيدي. النهارده ميعادنا مع شابتر 10 الكاميرا انتربت. شابتر API انتربت بروجرامينج اسم الشابتر. تمام، اول حاجه هنتكلم بين الفرق بين الانتربت والبولينج. تمام، لو نتذكر اخر شيء كنا وقفنا عنه شابتر 9 في التايمر، ان انا كنت لما اخليه يعد عشان يوصل لعدد معينه في التايمر ويرفع فلاج، كنت انا افضل اويت، افضل سايب بروسيسور ما بيعملش اي حاجه غير ان هو ينتظر الفلاج ده يترفع، وبعد كده بشوف هعمل ايه. تمام، وبصفر الفلاج وافضل اويت تاني، بروسيسور ما بيعملش اي حاجه غير ان هو يويت على الفلاج. تمام، ده اللي اسمه بولي. الافضل منه اللي هو ايه؟ الانتربت. طب ايه نظام الانتربت؟ انا هخلي البروسيسور بتاعي يشتغل عادي في اي تاسك اللي انا مديها له. تمام، وفي نفس الوقت لما هيرفع له فلاج يقول له مثلا خلاص عديت وصلت للكاونتس او عدد العدات المطلوبه. تمام، اول ما رفع لي فلاج هروح اهندل اللي انا عايز اعمله. تمام، مثلا عايز لما يرفع الفلاج يتوجل مثلا ليد معينه، خلاص هروح اعمل التوجل بتاع الليد دي وارجع البرنامج تاني الاساسي بتاعي، بحيث ان البروسيسور ما يبقاش بيعمل شيء غير ان هو يويت على الفلاج، لا هو بيعمل السكاب بتاعته عادي. تمام، حصل انترب وحصل ان هو وصل للعدد بتاعتي، خلاص هروح اشوف اعمل ايه بالظبط اول ما الفلاج اترفع، وبعد ما اخلص ارجع البرنامج بتاعي. تمام، طيب في حاجه اسمها انتربت سيرفيس روتين او الاي اس ار او الانتربت هاندلر. ايه دي؟ دي اللي انا بكتب فيها اللي انا محتاج اعمله لما الانتربت يحصل. تمام، بمعنى انا قلت مثلا لما هيجي يرفع لي فلاج ان عدد التعدات وصلت للعدد المطلوب سواء 100 مثلا، كنت شغال او كومبير ماتش، خلاص انا هقول له يعمل، يروح يعمل التوجل. فانا هعمل التوجل ده عن طريق الاي اس ار، اكتب الاي اس ار انا عايز اعمل توجل. تمام، طيب ايه اللي بيحصل بالظبط في كل يعني تارجت؟ هتلاقي فيه السورس بتاع الانتربت. تمام، هنا في السورس بتاع الانتربت اللي بيحصل، البرنامج بتاعك شغال عادي، حصل مثلا انتربت وليكن كان في التايمر 2 اوفر فلو. ايه اللي يحصل؟ اول ما يحصل انتربت هنا اترفع فلاج ديه. تمام، بيروح للفيكتور تيبل بيشوف اي تايمر اللي حصل. التايمر اللي حصل تايمر 2 اوفر فلو، ده اللي حصل اللي هو العنوان بتاعه 000A. تمام، يبقى يروح على الادرس 10 الموجود ده في الفلاش. تمام، هيشوف موجود جواه ايه. طبعا هيبقى موجود جواه الاي اس ار الانتربت سيرفيس روتين بتاعي. بس انت لو ملاحظ كل سورس من الانتربت بيزيد عن الثاني مقدار 2، بمقدار 2 وورد. تمام، 2 وورد طبعا في فلاش الوورد هي 2 بايت، يعني تقريبا 4 بايت. مش ممكن اكتب الاي اس ار بتاعتي كلها في 4 بايت، ممكن الاي اس ار بتاعتي اكبر من كده. تمام، فايه اللي بيحصل؟ يبقى موجود مكان الادرس ده عند الادرس 10 مثلا العنوان بتاع الاي اس ار بتاعتي. تمام، الاي اس ار بتاعتي مثلا في الادرس 600 انا حطيتها كده. تمام، وبقول له اعمل فيها توجل للليد، خلاص يبقى البرنامج هيتنفذ. هيلاقي مثلا حصل انتربت، عدد العدات وصل مثلا وحصل اوفر فلو، هيروح للفيكتور تيبل. تمام، هيروح لادرس رقم 10 عشان حصل التايمر كاونتر 2 اوفر فلو، ده اللي حصل. هيشوف جوه ادرس 10 مكتوب ايه. هيلاقي مكتوب مثلا انك تروح تعمل جامب على ادرس رقم 600، يروح يعمل جامب على ادرس رخم 600 وينفذ اللي فيه اللي هو توجل الليد. تمام، طب خلينا نشوف ايه اللي بيحصل الستيبس بالظبط عشان يعمل اي انتربت. اول شيء حصل الانتربت دلوقتي، البروسيسور بينفذ الامر اللي هو حاليا واقف عليه. يعني كان بيعمل مثلا اند، كان بيعمل اد، كان بيعمل عمليه حسابيه ارثماتيك او اي شيء. تمام، هينفذها، هينفذ الانستراكشن ده. تمام، وياخد يشوف البروجرام كاونتر، طبعا بيشاور على النكست انستراكشن، هيعمل له بوش في الستاك، يحتفظ بالقيمه بتاعته يحطها في الستاك عشان لما يرجع مره ثانيه. تمام، طب بعدين هيعمل جامب على فيكسد لوكيشن في الميموري اللي هو الانتربت فيكتور تيبل اللي قلت لك عليه ده. تمام، وبعد كده الانتربت فيكتور تيبل هيخلي المايكرو كنترول يروح تاني يوجهه على الانتربت سيرفيس روتين لو ترك مثلا فاتر 600 اللي راح له. تمام، بعدين المايك كنترولر هيشوف الفاتر 600 ده تمام وينفذه.
هنفذ الـ ISR، وفي الآخر هيرجع بأمر return i. return i ده return بس زيادة عليه return from interrupt، وهنتكلم عنه. تمام، خلينا نتكلم عنه تحت. تمام، هتلاقيه مختلف على احنا كنا بنتكلم عنه قبل كده، return بس من غير الـ ID. تمام، بعد ما يعمل return من الـ ISR، بعد ما نفذ مثلا عمل التوجل او كده، تمام، ما كنت راح هيعمل ايه؟ اول شيء هيعمل بوب، كان في بروجرام كاونتر كان موجود في الستاك، هيعمل بوب للقيمه اللي كانت موجوده فيه يحطها في بروجرام كاونتر. تمام، عشان كده يشاور على الخطوه اللي هيعملها بعد كده، تمام، في البرنامج الاساسي. تمام، دي الخطوات الاربعه اللي هيعملها الانترابت. تمام، مش هينفذ اي سؤال. طب خلينا نعرف مثلا السورس اللي في الانتربت ايه الانواع اللي ممكن موجوده فيه. طبعا احنا زي ما شفنا كان في التايمرز، تمام، وفي الاوت كومبير ماتش، يعني هيشتغل تايمر في الاوفر فلو في الاوت كومبير ماتش. تمام، في اكسترنال هاردوير انتربت، تمام، على بيننا بي دي 2 وبي دي 3 وبي بي 2. تمام، انتربت 0 وانتربت 1 وانتربت 2 هنتكلم عنهم برضو في السكشن تحت دلوقتي. في سيريال كوميونيكيشن، في لويس ارت، في ريسيفنج وترانسميتنج. تمام، برضه هيبقى هنشوفهم قدام. تمام، الاس بي اي نفس النظام الاي دي سي، كل الكلام ده ممكن سورسز في انتربت. تمام، طب مبدئيا كده عشان افعل الانتربت واقول البرنامج ده بتاعي انا هيشتغل فيه انتربت، اعمل ايه؟ كان في بت في الستاتس ريجستر، البت رقم 7 اللي اسمها اي دي، جلوبال انتربت انيبل، دي بتفعل فيها تمام الانترو، فلازم دي تكون مفعلها. تمام، طب الخطوات عشان افعل اي انتربت اللي يحصل، اول شيء هتفعل البت رقم 7 زي ما قلنا في الاس ريج ريجستر. تمام، ممكن تستخدم الامر اس اي اي، ده كده بيعمل سيت للانتربت، ده انستراكشن ويعمل سيت للبت دي بت رقم اي. تمام، بعد كده المفروض تشوف انت عايز تفعل انهي انتربت. تمام، يعني دلوقتي انا مثلا عايز افعل التايمر، عايز افعل انتربت في التايمر. احنا لو شفنا الاتميجا، خلينا نفتح الشيت، احنا كنا اتكلمنا قبل كده على التايمر، خلينا نشوف تايمر 2 مثلا. طيب هتلاقي في ريجستر اسمه تي اي ام اس كي، تمام، تايم كاونتر انتربت ماسك ريجستر، ده هتلاقي فيه كل السورسز بتاعت الانترب بتاعت التايمر، يعني مثلا التايمر 0 اور فلو، تمام، اوت كومبير ماتش بتاع تايمر 0، نفس النظام في 1، نفس النظام في 2. يعني بص لك لما تيجي تفعل انت عايز مثلا تشتغل اوت كومبير ماتش، تمام، في التايمر كاونتر 2. تمام، لو فعلت البنه دي هتطلع بواحد، خلاص يبقى انت كده فعلت الانتربت، تمام، للتايمر. يبقى انا اللي عملته بالظبط، فعلت الستاتس ريجستر البت رقم اي جلوبال انتربت انيبل، تمام، وفعلت النوع سورس بتاع التايمر اللي انا عايز افعله، السورس بتاع الانتربت اللي انا عايز افعله، ففعلت مثلا اوت كومبير ماتش عشان انا شغال اوت كومبير ماتش، فعلت البنت دي البت دي. تمام، واخر شيء بدل ما كنت حويت على الفلاج، لا انا مش حويت على الفلاج دلوقتي، ده هو الفلاج لما يجي لي بيبقى بواحد، يعني يحصل انه حصل اوفر فلو مثلا او حصل اوت كومبير ماتش، خلاص هو من نفسه هيجي لي انتر. طب خلينا نفهم الكلام ده بمثال افضل. احنا كده عرفنا بس الستيس بتاعت الانيبل بتاعت الانتربت، اول حاجه افعل الجلوبال انتربت، تاني شيء افعل انتربت اللي انا عايزه، تمام، في البريفرال اللي انا عايزه، فانا عايز افعله في التايمر، افعله في التايمر، شوف الريجستر مسؤول عنه وافعله. تمام، وبالتالي لما تجيلي الفلاج يترفع من نفسه اوتوماتيك كده، هيعمل جامب على اس ار اللي انا هكتبها قدام. تمام، هنا بيتاكد دلوقتي ان انت استوعبت ان انت تتغير
تعمل انيبل او ديسيبل لاي انتربت. طب نشوف اكزامبل 10 1 بيقول ايه. بيقول لك اكتب الانستراكشن تمام اللي بتعمل بيه انيبل وان ماسك. طبعا انيبل معناها ان ماسك وديسيبل اللي هي ماسك، عشان كده بقول مثلا انتربت سورسز بتاعتي ماسكبل، ممكن اقفلها ممكن افتحها، ما عدا الريسيت ده ان ماسكبل، ده ماليش اي ما اقدرش اعمله ديسيبل تمام. فبيقول اعمل انيبل للتايمر 0 اوفر فلو انتربت ان تايمر 2 كومبير ماتش انتربت. طب اول حاجه انا بشوف الريجستر المسؤول على الكلام ده تمام. انا قلت هعمل خطوتين، هعمل انيبل تمام للبت رقم 7 في الريجستر، يعني جلوبال انتربت انيبل تمام، وبعدين اشوف السورس اللي انا عايز اعمل له انيبل. انا عايز اعمل انيبل ايه للتايمر ايه، تايمر 0 اوفر فلو انتربت وتايمر 2 كومبير ماتش انتربت. يبقى خلاص اشوف الريجستر بتاعهم اهو تي اي ام اس كي تمام. البت دي عايز احطها بواحد، البت دي احطها بواحد، خلاص احط هنا واحد والباقي كله صفار وهنا واحد بس. يبقى كده انا عملت انيبل للسورس بتاعي، فهو ده اللي عمله، حط البت دي اللي هي رقمها 0، البت دي اللي هي البت دي رقمها 7 والبت دي رقمها 0. 7 متشاف 1 متشاف مقدار 7 و0 او 1 عفوا متشاف مقدار 0 تمام، اعمل لهم اور مع بعض. يبقى كده هيديني الاثنين بت اللي هي البت رقم 0 والبت رقم 7 بواحد، والباقي كله صفر. حطها في ار 20، بعدين ار 20 حطها في ايه؟ في الريجستر ده تي اي ام اس كي تمام. وزي ما قلنا فعل جلوبال انترب. يبقى كده الموقف انتهى خلاص، عمل انيبل. طب عايز اعمل ديسيبل، مفيش مشاكل اهو ديسيبل تمام، اخد القيمه اللي كانت موجوده في الريجستر في الاول حطها في ار 20، وبعدين صفر عمل كلير للبت في الريجستر ار 20. البت رقم كام؟ البت رقم 0 فيه، واحد مش شاف مدار 0 تمام، البت دي عمل لها كلير. وبعدين اخد ار 20 حطها في الريجستر تاني تمام، ده عشان ما ياثرش على اي بت تاني كانت موجوده في الريجستر تي اي ام اس كي تمام. يبقى كده عمل ديسيبل. طب نشوف الثالثه، عايز يسي شو هاو ديسيبل اول انتربت ويز سنجل انستراكشن. طب بسيط جدا، انا قلنا الانستراكشن ده بيعمل انيبل جلوبال انتربت، بس الانستراكشن ده كنا اتكلمنا عنه قبل كده بيعمل ديسيبل جلوبال انتربت، عشان هو بيعمل ايه؟ بيعمل كلير للبت اي في الريجستر ده بس مش اكتر تمام. يبقى دي الخطوات بتاعتي، سواء عايز اعمل انيبل او عايز اعمل ديسيبل. اهم شيء اكون عارفه ان انا بعمل انيبل جلوبال انتربت وبعمل انيبل للسورس او السبيسيفيك انتربت اللي انا عايزه، بس ده اللي انا بعمله الخطوتين دول تمام. تمام. السكشن الثاني بيتكلم عن بروجرامنج تايمر انتربت. خلاص احنا عرفنا الانتربت بشكل عام بس بيعمل ايه، واحنا دلوقتي على التايمر انتربت تمام. خلينا نعرف بس، هو في اتنين ريجستر لسه شايفينهم من شويه تمام، اللي هو الريجستر اللي بيعمل انيبل تمام للتايمر، والريجستر اللي بتشوف فيه الفلاجز اللي كنا بنويت عليهم قبل كده، ده الريجستر بتاع الانيبل اللي انا فعل اي انتربت تايمرز، وده بتاع الفلاجز تمام. طيب هو بيقول لك مثلا انت عشان تيجي تفعل، يعني تفعل اي انتربت لسه مكملين هنا فوق تمام، فانا عايز افعل مثلا التايمر 0 اوف فلو انتربت تمام. فاول شيء انا بعمل ايه؟ بفعل جلوبال انتربت تمام، لازم يكون متفعل، وعندي التايمر 0 انتربت انيبل ده يكون متفعل تمام. البروسيسور بقى بيستنى الفلاج يترفع، اول ما الفلاج يترفع هما الاثنين دول بيبقى اند مع بعض تمام، كده هنا بيطلع واحد تمام مع جلوبال انتربت لو متفعل، يبقى كده واحد واحد بيطلع واحد، يبقى خلاص يبقى كده حصل انتربت، وبيروح للفيكتور تيبل لوكيشن اللي هو 0x0016 تمام، اللي هو بتاع التايمر. لما نبص هنا او تايمر كاونتر او فلو 0 بدل بتاع 16 تمام، بيروح ويشوف الاي اس ار، بيعمل جامب على الاي اس ار اللي انا كاتبها تمام. طب هي الخطوات تاني، قال لك هيعمل ايه؟ التايمر 0 تمام، هنا عشان يعمل لها انيبل للبت دي تمام. طبعا هي البت
تمام. فالمفروض عشان يعمل لها انيبل لازم بيحط البت دي في ار 16، يعني واحد متشفت بمقدار 0 تمام لار 16، وبعدين ار 16 بيحطها في تي اي ام اس كي تمام عشان يعمل انيبل للتايمر 0 اوفر فلو، وبعدين بيعمل سيت انيبل انتربت جلوبال انتربت يعني تمام. هو حاطط طبعا الفلاج تي اوفر فلو 0، بس الاثنين مش هيفرقوا عشان الاثنين هتلاقيهم نفس البيت رقم 0، نفس البيت رقم 0، بس طبعا دي المفروض بتتفعل في الريجستر ده تمام. طيب اداني مثال كده، خلينا نشوف المثال ده مع بعض ونشوف ايه التغيير على الامثله اللي كانت قبل كده. اول حاجه عامل انكلود دايما 32 مفيش مشاكل تمام. بيبدا من الادرس 0 تمام، اللوكيشن بتاع الست ماشي. كنا في الاول بنكتب بقى المين على طول تمام، لا هنا مش هينفع نكتب مين على طول، لازم نشوف الادريسيز اللي احنا هنشتغل عليها في الفيكتور تيبل تمام. يعني انا مثلا هشتغل على تايمر 0 اوف 2 خلاص، يبقى ادرس 0 اكس 16 تمام. انا هكتب جواه جامب تمام للاي اس ار بتاعتي، فهي الاي اس ار بتاعتي تمام، وانا كاتبها في مكان معين اللي هو 0 اكس 200 اهي تمام. فانا بقول له في ادرس رقم 16 اعمل لي جامب، لما تيجي هنا اعمل لي جامب على الاي اس ار دي تمام. طب هو اول ما هيبدا لازم يروح على المين، خلاص انا هقول اول ما يبدا او ما تبدا من لوكيشن 0 اعمل جامب على المين. طب والمين احطها فين تمام؟ المين ابداها من مكان تاني، ما تنفعش بقى تبدا في المكان ده، ما ينفعش من بعد 0 اكس 0 0. طب ليه؟ انا هشتغل انتر والمفروض الادريسيز دي كلها تمام لحد الادرس 0 اكس 28، كل الكلام ده عشان خاطر فيكتور تيبل، فما اقدرش انا احط في المين تمام، لازم احط المين بعد كده. لو حطيته هنا يبقى انا مش هشتغل انتر، فانت ما تشتغلش انتر بقى تمام. فانا طالما هشتغل انتر يبقى هشتغل بالادريسيز دي تمام، يبقى لازم من بعد الفيكتور تيبل اكتب المين بتاعتي تمام. هو كتب المين بتاعته من اول ادرس 100 حلو. بتعمل ايه بالظبط؟ هتلاقيها جاب الترديشنال ستاك، عمل البي بي 5 عملها اوت تمام. صفر البت رقم 0 تمام، او عفوا هيعمل لود تمام الواحد متشكل بمقدار 0 في الار 20 تمام، يبقى الار 20 كده فيها واحد تمام. وبعدين هيحط واحد ده في ال تي اي ام اس كي، معناه ان هو في الاخر هيعمل انيبل للتايمر 0 اوف لو انتربت تمام، وهيعمل انيبل للانتربت الجلوبال. هنا عمل لود للار 20 بسالب 32، اخد الار 20 حطها في البي سي ان تي 0 يعني زي ما كنا اتكلمنا عنها قبل كده بالتوس كومبلمنت، وهيحط القيمه دي يعني فاضله 32 عده بس عشان يحصل اوفر فلو، يعني ما بداش سي ان تي بزيرو حلو. بقينا عمل لود لواحد في ار 20 وحط الواحد في التي سي سي ار 0، يعني اشتغل تايمر كاونتر كنترول ريجستر 0، عمل نورمال مود في انترنال كلوك نو بريسكيلر حلو. بعدين اخد صفر حط في ار 20، ار 20 حطها في دي دي ار سي يعني ميك بورت سي عمله انبوت تمام، وهنا خلى البورت دي اوت. طب نشوف ايه اللي بيعمله. كل اللي بيعمله بياخد بيقرا البورت سي عن طريق البين سي ويحطه في ار 20، و20 يطلعها البورت دي، يعني السي بي يو بيزي بتاعه شغال هنا بجامب هير كل شويه شغال هنا. طب لو حصل انتربت انا قايل له بعد 32 عده هيحصل انتربت، هو شغال بيعد تمام وبدات طبعا تمام. اول ما يحصل انتربت يحصل ايه؟ اول ما يحصل انتربت وهو شغال هنا هيعمل جامب على الفيكتور تيبل على الادرس رقم 0 اكس 16 تمام، ده الادرس بتاع التايمر 0 اور فلو. هيبص جواه هيلاقي ايه؟ مكتوب جامب للتي 0 اور فلو اي اس ار، خلاص هيجامب ليها. هيشوف المكان ده فين؟ المكان ده في 0 اكس 200. هيعمل ايه بالظبط؟ هياخد بورت بي يحطها في ار 16 حلو،
وبعدين بيقول ار 20 او عفوا 0 اكس 20 تمام، هيحطها في ار 17، وار 17 هعمل لها اكس اور مع ار 16 بحيث الخطوات دي كلها عشان يعمل توجل للبي بي 5 تمام، اتكلمنا عنها قبل كده تمام، بيلود كل الحوارات دي عشان خاطر بس يعمل توجل للبي بي 5. وبعدين بعد ما يعمل توجل للبي بي 5 هياخد سالب 32 يحطها في ار 16 ويحط ار 16 في كي سي ان تي 0. طب ليه؟ نفس النظام عشان يبدأ يشتغل برضو على الانتربت من جديد، زي ما حط هنا القيمة اللي هيبدأ منها تمام، هنا عفوا حط هنا سالب 32 اللي هو عشان يبقى فاضل 32 زي ما قلنا في التوس كومبلمنت، فاضل 32 عدى ويحصل اوفر فلو. طيب هنا لما هيرجع، ما هيرجع في الحته دي، طب ما كده البي سي ان دي هيبدا من زيرو، فعشان كده لازم يحط سالب 32 تاني، لازم يحط في عامل تحديث القيمه اللي كانت جواه بحيث يبدا من نفس القيمه دي تمام. لو ما حطيتش انا الكلمتين دول السطرين دول يبقى البي سي ان دي هيبدا من زيرو، يبدا يعد من زيرو، وده انا مش عايزه، انا عايزه يبدا كل مره كل ما يحصل انترابت تمام يبقى فاضل له 32 عدى ويحصل اوفر فلو تمام. اخر نقطه بعد ما يعمل لما يعمل ريتيرن هيرجع تاني هنا للجامب، يفضل شغال ياخد البي سي ويحطه في البورت دي تمام. الاختلاف هتلاقي هنا في ريتيرن اي مش ريتيرن بس، ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم دلوقتي بيقول لك الريتيرن هعملك ريتيرن بس ومش هيفعل الانتربت. اللي بيحصل ايه؟ اول ما يدخل الانتربت اللي هنا يبدا هنا في الاي اس ار بيعمل ديسيبل الجلوبال انتربت من نفسه كده اوتوماتيك. حلو. طب انت لو عملت ريتيرن بس هيعمل ريتيرن هنا ويفضل جامب دايما بس مش هيحصل انتربت تاني. ليه مش هيحصل انتربت تاني؟ عشان مش هيعمل انيبل للجلوبال انتربت، لما دخل عمل ديسيبل ولما طلع ما عملش انيبل. طب الامر ريتيرن اي بيخليه يعمل ريتيرن وفي نفس الوقت يفعل الجلوبال انتربت من تاني، عشان هو لما يدخل الانتربت بحيث ان ما يطيحوش اي انتربت اخر، هو الديفولت بتاعه كده. وهنشوف بعد كده لو احنا عايزينه يقطعه يجي له انتربت تاني مثلا على بيورتي يقطعه تمام، بس طالما دخل هنا تمام في الاي اس ار المفروض ما تقطعش تمام. فعشان كده هو بيعمل ديسيبل من نفسه او ما يخش الاي اس ار، ولما يرجع بيعمل انيبل في الانتربت مره تاني تمام. ده الفرق ما بينهم. طيب نفس النظام انا ممكن اعمل كومبير ماتش تايمر يعني الانتربت بتاعه اشتغل عليه مفيش مشاكل، نفس النظام زي ما كنا بنتكلم، بدل ما هيعد مثلا من 0 ل 255 لا ممكن احط قيمه معينه كل شويه اول ما يحصل انتربت يعمل يروح الاي ستار بتاعتي ويشوف هيعمل ايه. طب تعالى نشوف البرنامج كتب ازاي. قال لك يوزنج تايمر 0 رايت ا بروجرام ذات توجلز ال بي بي 5 كل 40 مايكرو سكند while the same time transferring data من بورت سي لبورت دي والفريكوانس 1 ميجا. طب فريكوانس 1 ميجا يبقى التايم بتاعي 1 مايكرو سكند بتاع السايكل واحده، فانا 40 مايكرو سكند على 1 مايكرو سكند يبقى انا كده عندي عايز 40 عده، فانا خلاص ممكن احط في الاو سي ار 0 خليه يعد 40 عده واول ما يطلعها يروح يعمل التوجل تمام. طيب يبقى انا كده هيعد معايا من 0 ل 39. طب خلينا نشوف هنعمل ايه بالظبط. هنعمل انكلود هيبدا من ادرس 0 او يبدا ادرس 0 يعمل جامب للمين، يعني مش هكتب المين على طول وراها مش هينفع تمام. المين احطها من ادرس كام؟ ادرس 100 مثلا، الادرس انا ممكن احط اي ادرس تاني بس ما يكونش جوه الوقت فيكتور تيبل. طيب انا شفت لو بتكمبير ماتش 0 لقيته في الادرس رقم 14، فانا خلاص هكتب في الادرس رقم 14 هقول له جامب للتايمر 0 كومبير ماتش اي اس ار. طب تايمر 0 كومبير ماتش اي اس ار فينها؟ اهي تمام. طيب هنا عامل جامب للمين، المين مادرس 100 بتعمل ايه؟ بتسيت الستاك اتكلمنا عنها، عمل بي بي 5 اوت تمام، لو كومبير ماتش فعل البت دي وحطها في ار 20 تمام، وال 20 حاطه في تي اي ام اس كي تمام، فبالتالي اوت كومبير ماتش 0 اتفعلت، الانتربت بتاعها اتفعل. وبعدين فعلت الجلوبال انتربت تمام،
هنا اخذت 39 حتى في ار اتش جي، من ار اتش جي حطيتها في الاو سي ار 0 عشان يعد من 0 ل 39، تمام. بعدين اخذ 9 حطها في ار 20 وار 20 حطها في تي سي سي ار 0، تمام. شوف الريجستر ده وشوف القيمه دي معناها ايه في التشيل، هتلاقيها انه بيقول له الستارت تايمر 0 شغال على كي تايمر كومبير ماتش مود، تمام، وانترنال كلوك ونو بريس كيلر. بعدين اخذ 0 حطها في ار 20 وار 20 حطها في دي تي ار سي عشان يخلي البورت سي انبوت ويخلي البورت دي اوت. خش بقى في الانبوت لوب، البين سي يروح ار 20 وار 20 يروح بورت دي ويعمل جامب هير ودايما وهكذا على طول نفس الموقع. ولما يحصل انتربت كل 40 عدى ايه اللي هيحصل؟ هيروح هنا ياخد الكلام من بورت بي يحطه في ار 16، تمام. بعدين ار 20 يعمل لها لود او 0 اكس 20 يحطها في ار 17 ويعمل اكس اور ار 16 مع ار 17، تمام، عشان يعمل توجد نفس الكلام قلناه، تمام. بياخد ار 16 ويحطها على بورت بي عشان يتأكد ان بي بي 5 عمل التوجد. بعدين ريتيرن فروم انترابت، بس فعل جلوبال انترابت اللي انت قفلته او انت دخلت، تمام، ويفضل موجود على الجنب هنا دايما كل 40 عدى يعمل الانترابت. يبقى ده البرنامج التاني بتاع اوبن كومبير ماتش، مفيش اي مشاكل، بس اهم شيء ان اكون انا عارف ازاي بيفعل الانترابت جلوبال انترابت وازاي بفعل الانترابت اللي انا عايزه بس مش اكتر، وان ما اكتبش الادريسيز ورا بعض، يعني ما اكتبش المين على طول هنا. طالما هشتغل انترابت لازم اكتب المكان اللي هشتغل عليه الفيكتور تيبل الادرس بتاعه يعمل ايه، لازم يجامب لمكان معين، تمام. مفيش حتى اكتب الاي ار هنا كامل، مش ما ينفعش، تمام، هم 4 بايت بالظبط، فبتكتب فيها جامب بالانستراكشن اللي انت عايزه، تمام. واول ما تبدا بتعمل جامب على المين، ايه ادرس مين، تمام. السكشن اللي بعده نتكلم بروجرامنج اكسترنال هاردوير انترابت. لو عايز تفعل الاكسترنال انترابت قلنا ان في 3 اكسترنال انترابت، انترابت 0 وانترابت 1 وانترابت 2، تمام، متصلين على بنات بي دي 2 و3 وبي بي 2، تمام. واللوكيشن بتاع الادرس في فيكتور تيبل لو شفت فوق تاني هتلاقيه 2 و4 و6، تمام. طيب خلينا نشوف الريجستر بتاعهم اصلا. اهو جي اي سي ار جنرال انتربت كنترول ريجستر، تمام. بتشوف الانتربت اللي انت عايز تفعله، انتربت 1 انتربت 0 انتربت 2، تمام. فهنا مثلا عمل لود ل 0 اكس 40 في ار 20 واخد ار 20 ده حطها في جي اي سي ار، معناه انه عايز يفعل انتربت 0 بالظبط، عايز يفعل انتربت 0، تمام. بيقول لك دي انتربت 0 از لو ليفل تريجر انترابت باي ديفولت، يعني لما يجي له زيرو يحصل الانترابت، يعني الديفولت بتاعه طبيعي هو بتاعه بواحد يكون هاي عليه 5 فولت، اول ما الديس سويتش توصل بالجراوند ينزل على الزيرو، تمام، يرفع لي انترابت، تمام. وطبعا هيبقى زي الطبيعي حصل انترابت هيروح يعمل جامب اللوكيشن بتاعه اللي هو 0 اكس 0 2، تمام، ويشوف الاي اس ار الموجوده يعمل جامب عليها يشوف موجود فيها ايه وينفذها، تمام. طيب خلينا نشوف الكلام ده بمثال يوضح لنا اكتر. طبعا ده الريجستر، تمام، اهو تخيل معايا الاتنيجة بالشكل ده، انا بي دي 2 هو الانتربت 0، بورت سي هطلع عليها ليد ده بين رقم 3 دي، تمام، والاتميجا هفعل انترنال اب ريزيستور، تمام، بتاعت البنه دي وخليها انبوت بحيث ان يبقى البنه دي دايما قاريه 5 فولت، ولما ادوس على السويتش ده يبقى موصل بالجراوند تديني 0، دخل عليها 0 يبقى حصل انترابت. تعال نشوف عمل انكلود ام 32 بدا من 0 من ريسيت، عمل جامب على المين، تمام. طيب المكان اللي هو 0 اكس 0 2 اللي هو مكان الاكسترنال انترابت 0 عمل فيه ايه؟ بيقول له جامب الاكسترنال انتربت اي اس ار اللي هو ده، تمام. طيب المين هيحصل فيها ايه؟ انشلايزيشن الستاك، وبعدين اخد 3 حطها دي دي ار سي او البت عفوا رقم 3 خلاها اوت، عمل سيت للبت دي، تمام،
فبيت رقم 3 بيت اوت عشان اوصلها للليد، والعمل سيت للبورت دي بيت رقم 2، بالتالي ان هو خلاها انبوت عشان هو ما جاش على دي دي ار دي، تمام. وفي نفس الوقت البورت حط عليه واحد، البن رقم 2 دي حط عليها واحد، تمام، بحيث ان هو يفعل الانترنال بول اب ريزيستور اكتيفيتد، تمام، بحيث انه يكون واصل البن دي دايما 5 فولت داخليا، ولما انا اوصل هنا يديني 0. حلو. بعدين عمل انيبل انتربت 0 عن طريق ان هو فعل البدي دي عن طريق جي اي سي ار، نفس الكلام اللي كنا قلناه فوق، وبعدين فعل انيبل جلوبال انتربت، تمام، وهيفضل يجامب هير، مش هيعمل اي شيء، مش اي خطوه هنا نهائي، تمام، هيلف على طول فيها. طيب لما يجي يحصل انتربت انا ضغطت على السويتش، ايه اللي هيحصل؟ هيروح الانتربت هنا، هيروح يعني هيعمل جامب المفروض بالظبط كده على البيت اوف تيبل لوكيشن 002، هيقول له جامب على المكان ده، هيروح يجامب على المكان ده اكسترنال 0 اي اس ار. ايه اللي هيحصل؟ هياخد اللي جوه بين سي، تمام، يحطه في ار 21، وبعدين هيلود ار 22 بالرقم ده 0 اكس 08، وهيعمل اكس اور ار 21 مع ار 22، بحيث برضه نفس النظام كده، هيعمل توجل للبت رقم 3 في بورت سي، تمام، بعدين يطلع على بورت سي بعد ما حصل التوجل، ويعمل ريتيرن ويفعل الجلوبال انتربت. طيب بيقول لك الكلام ده سليم، يعني الفكره ان انت هتعمل الكلام ده بالوضع اللي انت شايفه ده، بس في خطا صغير هيحصل دلوقتي انت بالمنظر ده احنا شايفينه. طب ما الانتربت بيحصل ايه لما اضغط على السويتش، يعني داخل زيرو الانتربت بيحصل. طب ما هو للاسف انا بالوضع ده انا بضغط مثلا على السويتش لمده 200 ملي سكند مثلا، ضغط السويتش وانا اشيل ايدي، تمام، فاللي هيحصل ان هو هيحصل انتربت، هيلاقي انك تغطى سويتش، هيخش على الكلام ده ويعمل توجل للليد ويطلع، يبقى في جامب هير، يديك لسه دايس، يدوبك عدى 1 ملي سكند ولا 2 ملي سكند مثلا، هيديك لسه دايس، هيروح يعمل ايه؟ هيحصل انتربت تاني ويرجع تاني يعمل توجل ويرجع للجامب، يديك لسه دايس والانتربت كده شغال، يروح يعمل جامب بترتيب ويجي يعمل جامب تاني الاي اس ار، يفضل شغال فيها. ده كله ليه؟ عشان انا بقول له اعمل انتربت لما تلاقي السويتش ده بزيرو، لما تلاقي البنه دي بزيرو. طب انا ضغطت على السويتش لمده 200 ملي سكند، يبقى لمده 200 ملي سكند هينفذ الامر ده. طب يبقى كده مش هيعمل توجل مره واحده، ده هيفضل يعمل توجل لمده 200 ملي سكند، يعني ممكن كان اول مره يخش ينورها لقيته في اخر مره برضه ولسه منورها، يعني ما مثلا مش مطفتش، مش كنت منورها وطفت. طب ايه حل هالكلام ده؟ طب خلينا نشوف مثلا الريجسترات دي ده شيت، قالك حلها بسيط. انا دلوقتي شغال ايه؟ شغال بقوله مثلا هي عشان الديفولت لما توصل للو، لما توصل للزيرو بتروح تعمل انترابت. طب انا ممكن اخليها ايه؟ اخليها على الايدج. بمعنى ايه؟ هي دلوقتي مش دايما على واحد، يعني هي بتكون دايما كده ماشي على واحد. طب المفروض عشان تنزل لزيرو يبقى في شرطه كده، تمام، اللي هي الايدج بتاعتها، وبعدين بتنزل لزيرو، تفضل مكمله للزيرو دايما. يبقى انا ماليش دعوه بالزيرو وماليش دعوه بال1، انا خليني دعوه بالايدج بتاعتها، اشوفها وهي نازله لما اضغط على السويتش، يبقى كده هتحول من هاي لو. اول ما تحول من هاي لو اقول له اعمل انتربت، عمل انتربت رجع خلاص، يبقى هو كده هينتظر، هيبقى في الجامب هير لحد يجيله من هاي للو تاني، تمام، بشكل الكلوك بتاعتنا الطبيعي، يعني الهاي للو ده مش هيحصل تاني غير لما السويتش يترفع، يعني هشيل ايدي، تمام، واضغط ايدي مره تاني، يبقى كده اتحول من هاي للو. فدي الفكره بتاعتها، تمام. طيب الريجسترات دي بتحدد لي الايدج، بتقول لك انت عايزه مثلا على الفولينج ايدج، على اللو ليفل. طبعا احنا كنا شغالين انت تايمر او عفوا انتربت زيرو، كنا حاطين الاثنين بت بصفار، الاثنين دول بت بصفار معناها على اللو ليفل، يعني طول ما هو شايفه السويتش متداس، تمام، مضغوط واصل بالجراوند، هيفضل دايما في الانتربت مش هيطلع منه،
كل شويه هيطلع ويرجع له، يطلع ويرجع له. فالحل ايه؟ الحل نخليه هو لما السويتش كان ما كانش متداس واتداس مره واحده من هاي للو بس يخش جوه الانترابت. يبقى اخليها ازاي دي؟ اخليها في الفولينج ايدج، لما الكلوك بتاعي يتحول من هاي للو مره واحده، تمام، نفذ لي الانترابت ده. في طبعا رايزنج ايدج، تمام، زي ما في مثلا انت عايز ان لوجيك تشينج في تايمر 0 بيعمل انترابت، ده تايمر 0 او عفوا انترابت 0، وده لانترابت 1، تمام، وده لانترابت 2 الريستر ده، ده بيدي بانترابت 2، تمام. طيب فالحل هنا ان انا اخلي في بولينج ايدج. طيب بقول لك ايه، شو ذا انستراكشن ميك انترابت 0 في بولينج ايدج، فحط في ار 20 0 اكس 02، تمام، وحط ار 20 في الريستر ده. تعال نشوف، هو حط هنا 0 وحط هنا 1، هنا 0 وهنا 1، يبقى هو كده شغال في البولينج ايدج بالظبط في الريجستر ده. يبقى كده في الام سي يو كنترول ريجستر اتحط في ايه؟ 0x02، يبقى كده خلاها في البولينج ايدج، تمام. بيقول لك خليك انتربت 1 في تريجرد ونيم تشينج، انتربت 2 في رايزنج ايدج. شوف الكلام ده في الريجسترات وشوف هل الكلام ده صح او لا، تمام. افتح الريجسترات دي بص عليها كده، هل الكلام بجد صح ولا لا، اتاكد منها مفيش اي مشاكل، تمام. طيب في الاكزامبل ده بيقول لك ري رايت اكزامبل 10 5، سو whenever انتربت 0 جوز لو توجد بورت سي. يبقى هيعمل ايه؟ يبقى كل الفكره ان هو هيخلي الانتربت ما يحصلش في اللو بس، ولا يحصل مثلا في الرايزنج ايدج، يحصل بولينج ايدج. يعني لما اجي اضغط على السويتش اول ما اضغط بس يخش في الانترابت، بعد كده يطلع منه ما يضغلوش تاني غير لما اشيل صباعي من السويتش نهائي وادوس مره تاني، تمام. نفس الكلام اللي عمله قبل كده، مش حاجه جديده غير الخطوتين دول بس، حط 0x02، تمام، او 2 بالديسمال يعني برضو، تمام، حطها في الام سي يو كنترول ريجستر. يبقى خلى ايه؟ يبقى خلاه يشتغل في الفولينج ايدج. بالتالي نفس الفورمولا هيكون هو على الهاي، دايما على الهاي سويتش، تمام، هو دايما السويتش على الهاي وصوله 5 فولت. اول ما اضغط يدي هتحول من 5 فولت لجراوند. في حته الضغط ان هو ينزل من 5 فولت ينزل لجراوند في الفولينج ايدج بس، هيخش جوه الانتر بس. بعد كده هيطلع بره الانتربت ويفضل موجود هنا في الجامب هير دايما. هيخش تاني امتى؟ لما ارفع صباعي خالص، يبقى كده وصل له هاي، وصل له 5 فولت 5 فولت دايما، تمام، وراح ضغط صباعي تاني فنزل وراح على اللو ايدج، تمام. يبقى كده بولينج ايدج هيخش مره تانية، تمام. السكشن الاخير بيتكلم على الانتربت بريورتي في الاي بي ار. طب ايه الانتربت بريورتي؟ عندك دلوقتي احنا في كذا انتربت، اكسترنال انتربت وعندك تايمر وعندك مش عارف، افرض اثنين تايمر حصلوا في نفس الوقت، ينفذ مين فيهم؟ يقول لك لازم ينفذ، تمام، الاعلى بريورتي فيهم، تمام. خلينا مثلا نشوف هنا، هتلاقي انتربت 0 ده الادرس بتاعه، وعندك مثلا اي بي سي ده الادرس بتاعه. حصل الاثنين انتربت في نفس الوقت، اول انتربت 0 وانتربت 2، كان الاثنين سويتشات كده والاثنين ضغط في نفس الوقت، كان باي طريقه ان كانت بس طريقه يعني اكيوريت. ايه اللي هيحصل؟ مين فيهم هيتنافس فيهم الاول؟ هيتنافس ده انتربت 0، ده الاعلى بايورتي، ده بايورتي بيبقى اقل في الادرس، تمام. فده زي ما بقول لك البايورتي بتاعت كل انتربت فيه، تمام. طيب انتربت انسيت ان انتربت دي كده بنقول عليها النستد انتربت. يعني انت شغال مثلا دلوقتي مثلا في انتربت 2، تمام، وشغال انتربت 2 بتنفذ وبتعمل هاندلنج. احنا قلنا اول ما بيخش انتربت اصلا، اول ما بيخش الاي اس ار بيعمل ديسيبل للجلوبال انتربت،
وبعد ما يطلع الريتيرن اي بيعمل انيبل للجلوبال انتربت مره ثانيه. تمام. طب افرض انت كنت عايز تنفذ انتربت اعلى بريورتي مثلا زي انتربت 0 وانت شغال في انتربت 2، تعمل ايه؟ خلاص هو اول ما يخش انتربت 2 هو بيعمل ديسيبل الجلوبال انتربت، انت اعمل له انيبل، اعمل انيبل للجلوبال انتربت. يبقى كده انت فعلت النستد انتربت، يبقى بالتالي اي انتربت هيجي اعلى بريورتي من انتربت 2 هيتنفذ. فانت شغال في انتربت 2، اول ما دخلت على اس ار فعلت الجلوبال انتربت، تمام، عشان انت عارف ان هو بيعمله ديسيبل، وجه بعد شويه ضغطت على سويتش انتربت 0، تمام، وهو شغال في انتربت 2 هيقطعه، تمام، ويروح ينفذ انتربت 0، وبعد ما يخلصه يرجع يكمل انتربت 2 اللي قطعه، وبعد ما يخلصه يرجع البرنامج بتاعه الاساسي. تمام. طيب هنتكلم على الكونتكست سيفنج او كونتكست سويتشنج، خلينا نشوفها. بيقول لك شوف البرنامج ده هيشتغل بشكل سليم ولا لا. عمل انكلود، عمل جامب للمين، وحط في اللوكيشن 14 ده مارك 0، كومبير ماتش، حط يعمل جامب على تي 0 ده. طيب المهم عمل جامب على المين، ستاك بوينتر، تمام، بي بي 5 خليها اوت، تمام، عمل انيبل للتايمر 0 كومبير ماتش انتربت، حلو، عمل انيبل للجلوبال انتربت، وبعدين اخد 160 حطه في ار 20 وحط ار 20 في ابو كومبير ماتش ريجستر، معناها انه بيلود او سي ار 0 ب 160، بس انه يعدي من 0 ل 160. جميل. طيب وبعدين قال له هشتغل في سي تي سي مود، تيرن كلوك نو بريس كيلر، ماشي، خلى البورت سي اوت والبورت دي برضو اوت، تمام. طيب برضو عمل ايه؟ صفر ار 20 وخلى البورت سي ياخد القيم بتاعت ار 20، تمام، كل شويه يعمل انكريمنت الار 20 ويعمل جامب هير. يبقى اللي بيحصل يفضل يعد في ار 20 1 2 3 4 ويفضل يعرضها على بورت سي، تمام. طيب لو حصل انتربت يعني وصل ل 160 عدى، اللي بيحصل بيروح يعمل جامب على هنا 0x14 بيخليه يعمل جامب على اللي هنا اي اس ار دي، بيعمل ايه؟ بياخد القيمه اللي في البين دي يحطها في ار 20، بعدين يعمل انكريمنت الار 20، بعدين ياخد ار 20 يحطها في بورت دي ويعمل ريتيرن وينيبل الانتربت. طب هل هنا في مشكله الكلام ده؟ شوفه عادي. لا، هنا في مشكله كبيره، مشكله في ار 20. ازاي؟ ار 20 كان بيعمل انكريمنت، هتبقى ار 20 كانت هنا مثلا عدها 70 وهتعمل انكريمنت تبقى 71، عملت انكريمنت 71 جه الانتربت. طب حلو، جه الانتربت وداها هنا، عمل ايه؟ خلى ار 20 تقرا البين دي. طب البين دي كانت بصفار، فار 20 بصفر دلوقتي، عملت انكريمنت لار 20 بقت بواحد، طلع واحد على البورت دي، فبورت دي بقت دلوقتي بواحد، اعمل ريتيرن للاي، عمل ريتيرن وعمل فعل جلوبال انتربت، رجع هنا فطلع على البورت سي واحد وعمل انكريمنت لار 20 خلاها 2. طب ثواني، مش ار 20 هنا كانت 70 71 اللي خلاها ترجع لواحد؟ ما انا مستخدم نفس الريجستر للاسف، بالتالي لعبت بيه هنا بوظته، بالتالي ما ينفعش يبقى بنفس القيمه دي، كان هنا 70 لما دخل هنا لا بيب 0 او بيب 1 فرجع بواحد، فبالتالي هنا في مشكله، يعني ار 20 بين الاثنين. طب ايه الحل فيها؟ في حل سبيسيفيك يعني، تمام، انا ممكن تستخدم ديفرنت ريجستر فور ديفرنت تاسكس. ازاي؟ نفس البرنامج اهو مفيش اي اختلاف فيه، بس خليت هنا ار 20 وهنا ار 21 بحيث ما يحصلش اي كونفليكت ما بينهم، تمام. طب حاله سبيسيفيك، طب افرض مثلا الريجسترات بتاعتي خلاص كامله، انا ما عنديش اي حل للريجسترات تاني، فهضطر اعمل كونتكست سيفنج، اللي هو ازاي؟ انا شغال في برنامج عادي، كل الكلام ده نفس البرنامجين اللي فوق، تمام، بس لما اخش الاي اس ار واعمل ديسيبل جلوبال انتربت، اول حاجه هعملها هعمل بوش للاستاك لار 20، خلي ار 20 تحط في الاستاك اللي هي قيمتها كانت كام؟ 71 مثلا، تمام، عشان ار 20 كانت 71، حطها في الاستاك، قال له حط عندك 71. بعدين اخد البين دي حطها في ار 20، البين دي ب 0،
حط في ار 20، بعدين عمل انكريمنت لار 20 بقت 1، تمام. اخد الواحد حطه في بورت دي، بورت دي دلوقتي مثلا بواحد، تمام. بعدين قال له بوب الار 20، يعني خد لي القيمه اللي انت حاططها في الستاك دي، اخر قيمه احطها في ال 20. اخر قيمه كانت كام؟ كانت 71، حطها في ال 20 واعمل ريتيرن وانت مفعل الانترا. هيعمل ريتيرن ومفعل الانترا هنا، يبقى الار بي كام؟ ب 71، يعرض على بورت سي 71، يعمل انكريمنت ل 20 يبقى 72 وهكذا. كل مره هيخش هيعمل بوش بوب في الستاك، تمام. فالطريقه طبعا دي الافضل، تمام. نكمل كونتكست سويتشنج، انت مش هتاخد بالقيم بتاعت الريجسترات بتاعتك، بس يفضل لو انت معاك ريجسترات كفايه لا اعملها بالطريقه دي، خلي كل تاسك ليها ريجسترات بتاعتها، تمام. لو مفيش ريجسترات كفايه بقى هتعمل ايه؟ بوش في الستاك، تعمل بوب الستاك مره ثانيه، تمام. نفس النظام هنا بيقول لك ايه؟ لو شغال مع الاستريك ريجستر وانت شايف ان في وانت بتستخدمه في تشينج حصل في التاسك بتاعتك، تمام؟ برضه ممكن تعمل بوش، يعني مثلا عمل ايه؟ عمل بوش للستاك لار 20، كانت لار 20 مثلا قيمتها 71 حطها في الستاك، وبعدين اخذ الليست ريجستر القيمه الموجوده فيه حطها في لار 20، وحط لار 20 عملها بوش للستاك، كانت مثلا 71 القيمه الاولانيه بتاعت لار 20، الليست ريجستر قيمتها مثلا قول 4 فحطها في لار 20، اعمل بوش الأربعة، يبقى أول واحدة كده 71 واللي بعدها 4، تمام. بعد ما خلصت اللي أنا عايزه فأعمل بوب لار 20، فكده هعمل بوب للأربعة، تمام. تحط في ار 20 وار 20 حطها في الاس ريج، يبقى كده الاس ريج رجعت له القيمة الطبيعية بتاعته اللي هي كانت موجودة 4، تمام، قبل ما ينفذ الحاجات دي، حلو. وبعدين هعمل بوب القيمة اللي بعدها اللي هي كانت 71، هعمل لها بوب وأحطها في ار 20 وأعمل ريتير، تمام. طبعا زي ما عارفين ان هو الستاك يبقى اللاست انبوت هو الفيرست اوت، تمام. فاللاست انبوت اللي هو ده بفيرست اوت اللي هو ده، تمام. اخر شيء بس الفصل بيتكلم عنه الانترابت لاتنسي. الانترابت لاتنسي اللي هو ايه؟ بيقول لك هو المومنت من اول ما الانترابت اكتيفيتد، تمام، لحد ما السي بي يو ستارت اكسكيوت ذا تاسك، تمام. ده الانتربت ليتنسي، بيقول لك ان هو بياخد 24 سايكل، تمام. اللي بيحصل فيه بروجرام كاونتر ريجستر بتعمل له انكريمنت وبيعمل بوش ان ذا ستاك، تمام. الاي بت في السيت ريجستر بتعمل لها كلير، بيعمل ديسيبل جلوبال انتربت، تمام، هاي كلهم ديسيبل. بيقول لك بالديوريشن بتاعت الانتربت ليتنسي بتأفكتد كذا حاجه، منها ايه؟ دلوقتي انت لو شغال في امر مثلا امر اد، امر اد مثلا بياخد 1 انستراكشن سايكل، تمام. هو اللي احنا قلنا الكلام اللي انت بيحصل ازاي، اول حاجه لازم يسيبه ينفذ الانستراكشن اللي في ايده دلوقتي، تمام. فافرض الانستراكشن ده كان بياخد مثلا 2 سايكل او 4 سايكل، فبالتالي كده انت زاد حصل فيه تاخير عندك. طب الانستراكشن ده كان اد بياخد 1 ماشين سايكل، يبقى لا انت بتنسي كده افضل، السرعه بتاعته اعلى، تمام. فهي بيبقى انت وقفت فين؟ انستراكشن يعني كام انستراكشن سايكل هياخدها عشان خاطر ينفذ الانستراكشن سايكل اللي معاه بس، او السطر الاسمبلي اللي معاه، تمام. فهنا هي بتختلف، اللاتنسي بتختلف الحته دي. الانستراكشن اللي انت واقف عليه ده بالاسمبلي، تمام، بياخد كام انستراكشن سايكل؟ دي تبقى يعني ممكن تاثر عليه، تمام. ده الانترفنسي، وده اخر شيء في الفصل، تمام. لو في اي استفسار ممكن تبعتولي وهتابع معاكم ان شاء الله، تمام. شكرا.